القدس هي بلدنا وهي منطقتنا وإحنا ما لناش منطقة تانية نروح عليها. هذه روحنا، هذه حياتنا، هذه عشتنا إحنا هيك. حي البستان، الحي المهدد بالهدم، اللي هو عبارة عن 88 ل 94 بيت، بيقطن فيه 1500 ل 1600 نسمة، عليه جميع مخالفات هدم من عام 2002 لغاية اليوم. بقول لك يعني هم مصرحيلهم يبنوا مستعمرات مستوطنات يوسعوا وين ما بدهم يقتلوا وين ما بدهم يعيشوا، مصرحيلهم ومسمحيلهم. احنا الواحد عماله بجوز زيد ما بيحتار وين بده يحطه، اذا بنى له غرفه فوق الدار. ايوه الله وكيلك بوقفوا له بخلفوه بهدموه بهذا. يعني وين الواحد يروح وين يعيش؟ وين احنا ارضنا هذه؟ وين احنا وين نروح؟ في أكثر من بيت مهدد بالهدم، الأطفال الموجودين في حتى المشكلات النفسية اللي بتواجههم. قال طفل اعتقل مش هال من 3 أو 4 مرات. الوعي كمان، العادات السيئة اللي قدر الاحتلال يفرضها علينا. هاي صار ما اجى، هاي صار في بلد، والله ما تعرف، والله ما اطلع ولا حد يا باشا.